السلام عليكم أعزائي في كل مكان، أهلا بكم. حلقة جديدة والزرع سنين، ومرة تانية بنتكلم عن الألنتيرا دي، الشتلة اللي احنا كنا زرعناها في الحلقة اللي فاتت. هسيب لك الحلقة اللي فاتت في شاشة النهاية. وزرعنا منها الألنتيرا من عقلة 5 سنتي فقط، كانت العقلة قد كده يا دوبك، وفرعت منها وادتني شغل عالي قوي. و مجموعة الشتلات اللي كنت زرعتها قبل كده دي طلعتها طبعا لحبايبنا. النهارده بقى هنشوف هنعمل ايه في الشتلة دي اللي تقريبا عمرها 7 شهور او حاجة. طبعا كان ممكن تبقى اكبر من كده والورق بتاعها اعلى من كده لو كانت اتحطت في قصيص اكبر من كده. القصيص ده يدوبك يعني 12 سنتي او 10 سنتي في قصيص صغير، لكن برضو ده ما منعش النموات انها تبقى منفجرة كده. ويعني انا ما كنتش مهتم بيها خالص، لكن هنهتم بيها وهنسمدها وهنقلمها اهو، وهناخد منها ان شاء الله شتلات جديده في الفيديو ده. يلا بينا. اول حاجه هعملها ان انا اكون راوي التربه من امبارح بالليل والنهارده الصبح، عشان طبعا الدنيا برد دلوقتي، يعني التربة دي مروية بقالها ليلة كاملة. تاني حاجة هجيب كوبايات التشتيل اللي احنا متعودين عليها، كوبايات رخيصة جدا بلاستيك 100 100 ومخرومة من تحت زي ما شفنا قبل كده، اهي الاخرام باينة جدا اهي، ممكن يبقى اكتر من كده او اقل عادي خالص، لكن دول كفاية جدا بالنسبة لي. وهجيب تربة تكون مشابهة او مقاربة لهذه التربة. انا كده كده التربة بتاعتي بيبقى 3 رمل 1 كومبوست، فهجيب برضو تربة 3 رمل 1 كومبوست. الكومبوست لازم يكون تام التحلل، لو مش هشتغل بكومبوست تام التحلل يبقى بلاش اضيفه على جسم التربة نفسه، وهكتفي في الجرادل الكبيرة ان انا احط منه شوية على حواف القصيص واخلطها او اهرشها مع سطح التربة، ويكون في الشتاء فقط. احترس من الكمبوست والسماد العضوي في الأشهر الحارة، وإلا هتخسر النبات نفسه مهما كان. دول 8 كوبايات هعملهم تربة. هروي بهيوميك أسيد، لو مش متواجد خلاص مش مهم. هجيب ورقة صبار ألوفيرا، مش محتاجها قوي، لكن انا كده ولا كده عايز اعمل منها سماد اهي، وهشتغل على اللي جوه ده اللي هو جل صبار الالوفيرا. مش محتاج طبعا كده، لكن زيادة ايه، امان وزيادة تخصيب يعني. هنجيب بقى الافرع الجميلة دي وهقص. انا بقص الورق عشان بس نشوف مع بعض هقص فين. هقص تحت العقلة اهو، يعني انا هعمل كده وتحت العقله دي هروح اقصص تمام، ونقطع بقيه الورق دي ممكن تبقى كده 100 100، واروح مدخلها، ادخل اول عقلتين يعني لحد هنا بس، هدخلها في الصبار. لو ماسكه شويه الصباره ممكن حاجه من اتنين، ممكن اقصها من اليمين كده ومن الشمال اهي كده، هتفتح معايا لوحدها اهي، فتحت معايا فعلا اهي، ادخلها هنا اهو، هتخش 100 100 وسهلة وزي الفل اهو. ممكن افتح اكتر لكن انا مش محتاج اكتر من كده، وبلاش ندفنها بالعافية عشان الصبار ده ما يتمسحش. احنا هنعمل ايه، هنجيب اي حاجة واخرم بيها، خرمة تكون واسعة شوية يعني، علشان مجرد بس احط الشتلة بتاعتي كده واقفل عليها تربة نظيفة كده، ورش الباقي ده تاني بالبخاخ كده 100 100. نعمل واحدة تانية وبعد كده هنقفل على كده اهو. اسيب اول ورقتين. طيب دي كانت ورقة او شوشة، شوشة يعني اخر الفرع اللي هي العقلة الطرفية. لما يكون عندي عقلة وسطية زي دي برضو هاخد 3 عقل او 4 عقل، واروح قاصص من تحت العقلة وشايل الورق بتاعي. هنا انا عندي حاجة بقى، ان الورقتين اللي فوق دول كبار ومش عايز اشيلهم، بعمل ايه، بشيل نص الورقة كده عشان اقلل النتح، وبرضه هدخل عقلتين اهو. كده تمام اخلصهم كلهم وارجع لكم. عندي عقل بقى، يعني العقلة دي فيها
نموتين هعمل فيها ايه؟ هقطع من تحت العقلة دي وهقطع من فوق العقلة دي كده اهو، وازرعها زي ما بزرع النعناع بالعرض كده، وهقلل الورق برضو بتاع العقلتين دول اهو كده تمام. وممكن والله عشان دول فرعين مش فرع واحد نقلل الورق اكتر اهو كده. ودي هتتزرع بالعرض، لو معرفتش ازرعها في كوبايه هزرعها في نفس القصيص ده، لان دي نفسها هتتنقل لجردل قد ده، جردل اكبر، علشان هي جذورها خلاص وقفت على كده، فانا عايز اشدها اكتر من كده. هجيب القصيص الكبير واروي شويه صغيرين، امسك التربه بس ونمسك الشتله بتاعتنا، ده الشكل النهائي بتاعها اهو. نعمل فيها ايه؟ هنوقع الورق السفلي، مش عايزينه، عايزين نشوف السوق بس اهو. طبعا التداخلات دي شكلها وحش جدا، خصوصا لما الزرعة تبقى مش قادرة تقوم والورق صغير وهيبتدي يصفر منك. انا ما بقيتش محتاجه، انا محتاج ان الزرعة تقوم نفسها. شايف التداخلات دي مش حلوة خالص، عايزين نشوف الافرع لوحدها كده، نشوف الافرع وفي نفس الوقت تسمح للضوء انه يدخل وبتسمح للغذاء انه يعلى. افرع داخلة في بعض اهي. الصح طبعا ان انا اشيل فرع من اللي في النص ده، لكن ممكن ما اشيلوش باعتبار ان كل الافرع اللي انا شلتها من فوق دي هتضرب من الجناب، واسيب فرع واحد يطول لفوق او فرعين هم هيطولوا لفوق، يبقى في شغل رأسي وفي شغل افقي من نتاج التقليم. طيب هنحط ايدينا زي ما احنا متعودين على التربة وهنقلب القصيص كده، وهنضرب ضربة خفيفة من تحت كده. لو تاخدوا بالكم ان الجذور طالعة من تحت بس، خلاص اهو ضربة كمان، مية مية، والجذور مليانة اهي، كل ده جذور. هقلب تاني كده، والجذور طبعا باينة من الجناب بتقول لك يلا انقلني، ودينا بننقلها تمام. اعبي تربة جديدة، وممكن ان احنا نزقها على جنب شوية بس كده، باعتبار ان ايه تبقى في النص اهي كده اهو، تبقى في النص. وزي كل مرة ما بقول، ليه بحط تربة كتيرة؟ لان انا لسه هضغط برة القصيص، يعني بعيد عن التربة الاصلية بتاعت النبات، علشان الجذور الاصلية ما تفككش او ما تموتش. وهعمل دكة خفيفة كده وكده الموضوع انتهى. ولما اروي بقى المية هي اللي هتاخد الكلام ده كله وتنزل بتحت اهو. طيب على ما تصفي الورق اللي باقي ده، طبعا انا هعمله يا اما بيتموس يا اما كومبوست، وانتظروا الفيديوهات القادمه هيكون فيها اكتر من استخدام للورق نتاج التقليم بتاع النباتات. الري قليل جدا، مفيش شمس، الشمس دلوقتي هاديه، احنا في اول 10 2021، فلو خدت شمس ساعتين الصبح او اخر النهار تمام، بس ما تاخدش اكتر من كده. والري خفيف جدا، على الاقل لمده اسبوع، هتاخد مثلا كل 3 ايام رش بالبخاخ، رش وبالبخاخ. هنعمل كده، واحرص دايما تمام الحرص ان انت الورق الجديد بتاعك ما يبقاش لازق في التربه، علشان هيعفن ويتلف لك الشتله نفسها. ونرجع نشوف مستوى النمو بتاعهم ايه، يلا بينا. وده معدل النمو بعد اسبوع او 10 ايام. نبص بقى على، طبعا هي عليها شوية عفرة علشان بس في موقع بناء جنبي، فالجو معفر محتاجة تترش اهو. لونها بان من غير التراب اللي عليها. بص بقى على القمة النامية، هتلاقي ابتدت تشتغل اهي، وفي افرع ابتدت تطلع جديدة. تعالوا نشوف حكاية الافرع دي. ده مكان التقليم اهو، واضح جدا على طول طلع فرع وطلع التاني والتالت في السكة، صغير جدا تحت هنا. ادي الفرع كاملا اللي اشتغل في اسبوع 10 ايام، وادي الفرع التاني التالت لسه عليه شوية. طيب ده فرع كامل لوحده اهو، قلمته من فوق، مكان التقليم واضح اهو، ده مكان التقليم. على طول راح مطلع فرع جديد وطلع فرع تاني. طيب ده مكان تقليمة تالتة اهي، برضو اشتغل طلع فرع اهو يمين وفرع شمال، ومن تحت طلع فرع جديد لوحده خالص.
دي ما قلمتهاش. لا والله قلمتها. مكان التقليم اهو، مكان التقليم اهو، هتلاقي طلعت فرع جديد اهو من تحت، والفرع ده نفسه شد، ادي القمة النامية بتاعته. طيب والطويل الجميل ده برضو القمة النامية بتاعته ممتازة، اكثر من ممتازة ما شاء الله. الكلام ده كله في اسبوع 10 ايام بكتير جدا. لو التربة فيها طينة ما ترويش. انا راوي امبارح، لكن احنا دلوقتي عشان حرارة مكسورة فانت مش محتاج تروي كتير، هو يدوبك مرة كل 3 4 ايام حسب معدل الشمس اللي عندك. والافرع اللي انا خدتها دي كلها طبعا مش هتشتغل في اسبوع، يعني محتاجة اسبوع كمان عشان تبتدي تطلع نموات واضحة. هنستنى لحد شهر اول 12 ونهرش سطح التربة ونحط كومبوست تام التحلل، وبعد كده نهرشه تاني او نخلطه مع سطح التربة شهر 12 مرة واحدة بس. معلومة مهمة جدا، ان انا في الشتاء ما برويش لحد تمام جفاف التربة او الذبول مؤقت للنبات، يعني اول ما تلاقي الزرعة ابتدت بس ورقها يريح اروي في الشتاء. ليه؟ لان الشتاء في امطار، الهواء نفسه او الجو نفسه فيه بخار ميه، كل ده بيتكثف جوه القصيص وبيبقى ميه في ندى كل يوم الصبح، وبالتالي كده كده النبات بيتروي وهو عايش في الشتاء. اضافه الى ذلك ان اصلا النبات العمليات الحيويه والعضويه بتاعته او معدل النمو بيقل جدا، كمان الجذور ما بتشتغلش بكفاءه وما بتسحبش لان هي مش محتاجه، لان ما فيش عمليات النتح اللي جوه النبات اللي هي تبخر الميه من الاوراق والافرع، وبالتالي ما تديلهاش ميه والا هتتخنق، هتلاقي على الربيع النبات بيموت. الكلام ده مش على الالانترا بس، الكلام ده على كل انواع النباتات خصوصا منتفضه الاوراق او متساقطه الاوراق زي العنب والرمان والتفاح وهكذا. ده كان فيديو بسيط جدا عن طريقه زراعه واكثار والمعاملات الزراعيه لنبات الالانترا، وطبعا التقليم هنعمل منه جزء تاني لما يكبر قوي بقى وانقله في جردل كبير، ونشوف ازاي اخلي الالانترا ده كبير بقى عامل زي الشجيره لان هو اساسه شجيره يتم تزيين الحدائق بها، وعمل الاسوار كمان اللي بارتفاع لحد 80 سنتي، وساعتها بيبقى ليه طريقه تربيه وتقليم مختلفه عن لما يكون في قصيص كده بشكل عشوائي. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، لو اول مره تزور القناه اعمل اشتراك وشير الفيديو ده لاصحابك عشان المعلومه تعم والكل يستفيد. زكاة العلم نشر، واتمنى منكم تنتسبوا للقناه كنوع من الدعم عشان نطور من القناه ونقدر نتوسع في الفيديوهات ونجيب المعدات اللازمه، لان الموضوع بيحتاج كاميرا تصوير وادوات للتسجيل والمونتاج، وبرده معدات للزرع واشتال واشجار وقصص وتربه وبعض المبيدات. وحتى نلتقي في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم.